اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه، وزي ما قلنا لحضراتكم في البدايه واحد الحقيقه من نجوم النادي الاهلي اللي منورنا في استوديو السادسه النهارده. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم في اوقات كتيره جدا تجد بين الناس كده اختلاف او اتفاق على موهبه بعينها، لكن لما تسمع الحقيقه مش بس على مستوى الفني او المهاري، لا كمان على المستوى الاخلاقي، اتفاق بين كتير جدا من النجوم على شخص بعينه، وتتاكد انك انت مع شخصية مميزة. كابتن أشرف ممدوح ضيفنا النهاردة في السادسة، أهلا وسهلا بيك ومنور بيتك قناة النادي الأهلي. أستاذ أحمد بشكرك جدا طبعا على المقدمة الجميلة دي، أتمنى طبعا أكون عند حسن الظن وعند حسن تقدير الناس ليا. سعيد جدا بوجودي معاك وسعيد جدا بوجودي في قناتنا طبعا قناة النادي الأهلي، وبتمنى طبعا الحقيقة كنت بتمنى طول عمري أن قناة النادي الأهلي نشوفها بهذا الشكل، بهذا الشكل المميز والرائع، لأنه النادي الأهلي يستحق وجماهيره تستحق أن يكون عندنا قناة بهذا الشكل المميز. أضيف بقى على كلامي، لأنه بعيدا كمان عن مشواره جوه المستطيل، هو زميل وإعلامي قدم وقف قدام الكاميرات، فأعتقد أنه نظرته وتقييمه لقناة النادي الأهلي كمان مش بصفته بس واحد من أبناء النادي، لكن وكمان الحقيقة صاحب مشوار إعلامي متميز. بشكرك جدا أحمد، ربنا يسخدك. أرجعك كده فلاش باك بالذاكرة، أنا عارف أنك أنت انضميت للنادي الأهلي تقريبا كان عندك في التوقيت ده 15 سنة. تقريبا. مين صاحب او مين العين اللي لقطت موهبه اشرف ممدوح وكانت سبب في انضمامه للنادي الاهلي؟ في الحقيقه يعني هو مشوار طويل طبعا جدا. انا ابتديت في مركز شباب سمالوط محافظه المنيا. وكان يعني ذكرا طبعا للاسماء اللي كانت موجوده وكان ليها فضل عليا. منيا ولاده طول عمرها. الحقيقه طبعا كانت عبد الرسول، يعني عبد الرسول الناوي، اسماء كتيره جدا. يعني الاسماء اللي هذكرها معلش كان ليها برضو بصمه في معايا، كابتن عصام خليفه، كابتن وليد عبد المنعم، كابتن احمد ناجي، دول كابتن حمدي عثمان، كابتن ربيع، دول في مركز شباب سمالوط. والحقيقه الفتره اللي انا قضيتها معاهم الكام سنه فرقوا برضو في شخصيتي شويه. كان وقتها في دوري اسمه دوري المناطق على مستوى الجمهوريه، شمال الصعيد كان ليها منتخب، رحنا لعبنا في اسكندريه، كان مناطق كتيره جدا شمال الصعيد وجنوب الصعيد والدلتا، ويعني كتير جدا الحقيقه، كان حوالي 7 أو 8 مناطق. كان في كابتن مصطفى عبده متولي الاداره الفنيه منتخب مصر وقتها في السن ده 15 سنه، وكان دكتور عمرو ابو المجد، وهم كان ليهم الفضل الكبير جدا الحقيقه في ان انا اروح النادي الاهلي من وانا في هذا السن، واروح لمنتخب مصر من وانا في هذا السن 15 سنه. والحقيقه من وقتها الحمد لله وانا بلعب اساسي في الفرقتين، سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، تدرجت طبعا في كل الاعمار السنيه لمنتخبات الناشئين لغايه المنتخب الاولمبي، وبعدها انضميت لمنتخب مصر القومي مع كابتن طارق. انت وانت بتلعب في المنيا يعني في دماغك او كان حلم او يعني كان هدف بالنسبه لك انك انت تكون في يوم من الايام موجود في النادي الاهلي؟ كان مجرد حلم الحقيقه، لانه وقتها كان برضو في صعوبه، يعني ما كانتش الرياضه او كره القدم انتشرت بهذا الشكل. السوشيال ميديا وسعت الدايره جدا. الفتره الاخيره كمان الانديه ابتدت تدور اكتر في الصعيد وفي الدلتا وفي اماكن كتيره جدا، ولكن وقتها كان مجرد حلم انك ممكن تتواجد في النادي الاهلي من مركز شباب صغير بالتاكيد. ولكن يعني الحمد لله ان ربنا اكرمني بموهبه قدرت من خلالها الحمد لله ان ننتقل لبيتنا طبعا النادي الاهلي. لا موهبه ايه، احنا يعني كل زمايلك اللي انت جيل مين الاول، تعرف الناس جيل لا جيل كتير اللي تلعب يعني هشام حنفي، هشام حنفي طبعا، هاني العقبي، زكريا حسين، مصطفى كمال، احمد سامي، بجاتو، الله يرحمه محمد توفيق، سامر عبد الرحمن، ده الجيل اللي كان في النادي الاهلي وقتها. في جيل الزمالك كان موجود اسامه نبيه، حازم امام، مدحت عبد الهادي، معتمد جمال، اسماء الحياه كتيره جدا. كان في المقاولين مجموعه مميزه جدا، كان عبد الستار صبري، وكان طبعا مجموعه كبيره، محمود العارف، مجموعه كبيره جدا، احد ايمن الجمل من لمس الكره في مصر طبعا، ده صحيح، ايمن الجمل في الاسماعيلي، الحقيقه كان مجموعه مميزه جدا. احمد حسن كان لسه في اسوان، ما كانش لسه انتقل للاسماعيلي وبعدها النادي الاهلي. محمد عماره كان حسن من المنيا اساسا، صح؟ من المنيا، من بني مزار. محمد عماره في بلديه المحله. كان في احمد فاروق لو فاكره، موهبه كانت على تواصل معاهم لغايه دلوقتي، كلنا على تواصل وبنتقابل تقريبا بشكل مستمر، يعني اتصالات تليفونات طول الوقت. انت عارف دايما كنت بقول يعني حتى كنت بقول الكلام ده في المقدمه،
الجماهير تتفق تختلف على موهبة لعيب بعينه، لكن صعب انك انت تلاقي اجماع من لعيبة كورة على موهبة حد معين. يعني كلمة لعيب تقيل دي احنا سمعناها من زمايل اشرف ممدوح كتير قوي يعني. فالحقيقة واضح انه انت ليك معزة خاصة في يعني في الحمد لله مشواري الحمد لله يعني على الاقل على المستوى الاخلاقي يعني الحمد لله انا راضي عنه تماما. المستوى المهني بقى او داخل الملعب يعني اديت ما عليا، كل واحد تعرف كرة القدم شوية بتدي وشوية بتاخد، ولكن الحمد لله يعني. بس اكيد في محطات تمام. ولحظات كده انت يعني تحس انه انا في مشواري انجزت او كنت صاحب بصمه في حاجه معينه، اهم المحطات دي بالنسبه لاشرف ممدوح؟ كان في محطات مهمه جدا الحقيقه. يمكن مشواري في النادي الاهلي الحقيقه كان في كام عقبه في البدايه كده، او سوء حظ او عدم توفيق، يعني هسميه سوء حظ، لانه وانا في النادي الاهلي منتخب اولمبي انا كنت اساسي طول الفتره دي، كنت بلعب انا واسامه نبيه وكان تحتنا حازم حازم امام، كان متواجد مستر ستايكو مع المنتخب الاولمبي. كل البطولات اللي خضناها كنت انا الاساسي في الفريق يعني. ابتديت اشارك مع النادي الاهلي في مباريات، وهاجي لك النادي الاهلي ان كان صعب جدا جدا ظهور اي ناشئ وقتها. الامور دلوقتي اسهل بكتير جدا لما يكون متواجد كابتن محمد رمضان، كابتن حسام حسن، كابتن ايمن شوقي، فيليكس، اربع مهاجمين الحقيقه يعني من العيار الثقيل جدا طبعا. اي واحد منهم كفايه جدا يلعب نادي الاهلي او 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 لوحده او مع منتخب مصر كمان. فكان صعب جدا ظهور اي حد ممكن يشارك حتى في التدريبات، يعني كان صعوبه كمان ان احنا نشارك معاهم في التدريبات. امر محبط يعني يقتل الدوافع او يخليك حاسس ان الحصول على فرصه في حد ذاته ده شيء صعب جدا، وبالتالي يعني بكلم عن الناحيه المعنويه، يعني مين يعرف ازاي بتحس بيها وازاي بتتعامل معاها. هو وجودي في المنتخب الاولمبي كان بيديني ثقه اكبر، لانك يعني بتلعب بشكل اساسي. الحمد لله كنت هداف المنتخب الاولمبي في الفتره دي، اول واحد راح منتخب قومي او اختير من ضمن المنتخب الاولمبي مع كابتن طه اسماعيل وقتها، من ضمن مجموعه المنتخب الاولمبي كنت انا الحمد لله. يمكن الفتره دي الحقيقه كانت فتره مهمه جدا جدا في حياتي مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، لان مستر ستايكو كان مهتم جدا جدا بيا انا وهشام حنفي واحمد سامي، كنت تحديدا الثلاث اسماء دول. ويمكن انا اول واحد شاركت من المجموعه دي في مباراه النادي المصري. كان في اهتمام كبير جدا منه، لان هو كان عايز يدفع ببعض السن او الاعمار الصغيره، وهو كان شايف الحمد لله ان انا كان بيتكلم معايا دايما ان انا ان شاء الله هكون امل النادي الاهلي. ولكن ظروف بقى انتقال مستر ستايكو منتخب اولمبي رحيله، ظروف رحيل مستر هاريس، ظروف رحيل كابتن طه اسماعيل في نفس التوقيت، والحقيقه الثلاثه رحلوا في نفس التوقيت، ودي كانت ضربه الحقيقه صعبه جدا لما يبقى حد مقتنع بيك جدا جدا يمشي ويسيبك مره واحده، بتبقى صعبه جدا محتاج طبعا. فدي طبعا يعني طيب، بمناسبه الاسماء اللي انت ذكرتها وفي منها اسماء يعني انت بتعتز بيها، قول الو كده وحاول تعرف من الصوت مين اللي معانا على التليفون. الو الو ده الو يعني عشرة عمر وصاحب هو انت عرفت مين بس؟ هشام حنفي طبعا. هشام حنفي كابتن هشام حنفي، مساء الخير يا هشام. هشام احنا بنتكلم بشكل وسهلا يومي يعني اهلا وسهلا، وحشني بقى لنا كتير قوي ما يعني من زمان الحقيقه ما تقابلناش وشفناش بعض، بس انت الحقيقه ليك معزه خاصه جدا، اهلا بيك معانا. يا احمد ويعني سعيد جدا جدا بتواجدك اكيد في قناه النادي الاهلي. الله يخليك. واجهه مشرفه. الله يخليك يا هشام. في الحوار انا اعرفك مستوى شخصي طبعا. طبعا اكيد طبعا. حاجه محترمه جدا جدا. ميرسي يا هشام، ربنا يخليك. ميرسي ميرسي هشام. اول من استقبلني في النادي الاهلي لانه كان كابتن فرقتي وطبعا لغايه دلوقتي كابتني يعني بالتاكيد. بعتز شخصيا من الشخصيات اللي بعتز بيها جدا في حياتي المهنيه وحياتي الشخصيه وحتى على مستوى الملعب. هشام فرق الحقيقه معايا كتير جدا في استقباله ليا داخل النادي الاهلي. وبقينا اصحاب من وقتها لغايه النهارده الحقيقه، احنا بنتكلم بشكل يومي مع بعض طول الوقت، بنتقابل وبنلعب مع بعض. واحنا مدخلينه في الكنترول عشان يعمل مداخله، قال بس انا كنت مسلف اشرف 300 جنيه عايزهم بس. لا هشام الحقيقه من الناس المحترمه جدا جدا، واللي عمل تاريخ كبير جدا لجيلنا كمان يعني داخل النادي الاهلي. انا الحقيقه بتشرف بيه هشام يعني. لا لا يعني خليني اتكلم بس عليك انت، لان انت فعلا لواحد اهم الناس اللي شفتها في حياتي، واخوات ولعبنا مع بعض يا احمد والله كتير جدا. واشرف يمكن اتظلم يعني في الكوره بشكل كبير جدا في النادي الاهلي تحديدا، لان هو من اللعيبه الفراوده الهدافين اللي في اي مكان يقدر يخلق لك هدف.
زي ما قلنا وانا كنت بسمع في الاول قبل ما ادخل معاك وسامع اشرف بيتكلم على الناس اللي مشيت واثرت في حياته. خلي بالك الكوره رزق وحظوظ، يعني طبعا في وقت طبعا معين بيبقى انت ليك رزق في المكان ده وفي ناس ثانيه يبقى مالهاش رزق. يعني انا اذكر لك واحد يعني من اهم اللعيبه اللي كانت مثلا في تاريخنا برضو او في جيلي انا واشرف، كان معتمد جمال. ده صحيح معتمد جمال، انا جيت عليه في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين 11 سنه، قعد معانا سنتين وما كانش ليه تواجد ان هو يلعب بالشكل المطلوب، لان انا جيت لعبت اساسي على طول. أيوه. ما كانش حد الحمد لله في الفتره دي يعني قعدني يعني، فانا معتمد كان الكابتن بيتكلم عليه ان هو لعيب هايل، هو معتمد لعيب هايل جدا. صحيح هايل. هو شاف نفسه يبقى في حته ثانيه عشان يلعب، لما راح بقى نجم نادي الزمالك وهو اول واحد ظهر فينا، لعب هو عنده 16 سنه او 17 سنه في نادي الزمالك فريق اول مع كابتن اسماعيل يوسف واشرف قاسم وجمال الحميد، يعني لعب قبلينا كلنا. أيوة. هي ما تعرفش ربنا بيرتبها ازاي. يعني طبعًا. كل شيء في الاخر نصيب، يمكن حاجه في توقيت معين انت تشوفها حاجه مش في مصلحتك او حاجه وحشه بالنسبه لك، لكن مع الوقت وتروح قدام شويه تلاقي ان ربنا كان كاتب لك حاجه احسن بكتير جدا. بالظبط، هي نصيب طبعا ورزق مكتوب لك في حته ثانيه. اجيال بقى هي صحيح قيس على كده اجيال كبيره يعني. طب كلمني بس ايه اكتر حاجه تفتكرها انت واشرف في الملعب مع بعض يعني كتير او أوي. بره الملعب برضه مفيش مانع يعني ايه الخير بس بلاش كتير. فضايح أشرف يعني اشرف يعني مواقف كتير قوي يعني انا هقولها حاجات تضحك بلاش فضايح بقى يعني خلينا في المعقول. ها طبعا عايزين فضيحه صغيره كده يعني مش لازم فضيحه كبيره قوي، ناخد فضيحه صغيره كده. لا الكبيره قوي اللي هو يعني يوم اشرف جه النادي الاهلي طبعا بنلاقي كلنا كواحد من اللعيبه اللي في الناشئين، انك يعني تجيب لعيب كبير في الناشئين وتعمل له مهرجان دي كانت كبيره قوي زمان قوي في النادي الاهلي، ما بتحصلش انت تطلع مخصوص المنيا عشان تلعب ماتش مع المنيا، وطبعا جماهير كبيره جدا في الملعب. صحيح. طبعا احنا بنسخن وننزلنا من الاوضه واشرف اللي الوحيد اللي ما نزلش، وانا كنت كابتن الفرقه واشرف ما نزلش، فانا مستغرب احنا بننزل مع بعض كلنا ما عندناش حد فوق التاني او واحد اللي هو ايه شايف نفسه، احنا في النادي كلنا زي بعض مفيش كابتن او بتاع. يعني مثلا انت عارف في ناس النجوم بتتاخر في الملعب اللي هي تنزل اخر واحد عشان ياخد الشو احنا كان لا بننزل مع بعض، فنتفاجئ ان احنا اشرف مش موجود في الملعب. اشرف فين يا جماعه؟ لا مش في الملعب. فرحت موقف التسخين فين اشرف؟ اتاري اشرف بيلف على الجمهور واحد واحد بيسلم عليهم كانه ماتش اعتزال. يا ابني تعالى يا حبيبي. الناس كانت فرحانه قوي بالنادي الاهلي هناك في صملوط يعني، ف يعني حاجه كان الناس فرحانه جدا بيا ورحبوا بيهم بشكل كبير جدا الحقيقه يعني. دي حقيقه، فدي من المواقف اللي هي يعني ده ماتش اعتزال، فاحنا بنقول لاشرف ده ماتش البدايه بتاعتك. وفعلا من اول ما دخل يا احمد الفرقه بصراحه يعني كان هو بيلعب هو وتامر باجات قدام باس حربه، فعلا الاثنين دول اتظلموا بشكل كبير يعني. يمكن تامر ظهر في المنصوره شويه منصوره طبعا هي. لكن اشرف اتظلم بجد يعني. اشرف اول حاجه جسمه كويس جدا في الكوره، كان الجيل صعب قوي يا هشام يعني، عشان كده انا لسه بقول احمد ان هشام عمل لنا طفره كبيره جدا لجيلنا، لانه قدر يشارك في مع مجموعه مهمه جدا في النادي الاهلي كان صعب الدخول وسطها يعني، فدي يعني فرقت الحقيقه كتير جدا جدا معاك يعني. انا عايز اقول لك ان في يعني مش عايز اقول يعني مين المدرب اللي في الفتره دي قال لنا انتوا ما ينفعوش تلعبوا، لان احنا كنا فعلا احنا في مجموعه كبيره قوي ونجوم كبيره قوي في الفريق الاول. احنا كان عندنا 18 سنه 19 سنه مسمعين بشكل كبير قوي قوي يعني، كنا اول البطولات على طول على الجمهوريه يعني نكسب كل الفرق الحمد لله، ما فيش فرقه وقفت قدامنا يعني. اشرف موجود عندك بيقول لك صحيح. بنكسب بالثلاثات والاربعات والخمسات والستات يعني، وصلنا 6-0 اهلي وزمالك. اشرف عارف الكلام ده، هو موجود حقيقه عشان هو كان بينكره الكلام ده يعني. فالحمد لله كنا فرقتنا تقيله قوي قوي يعني، من الفرق تقيله، فعشان نلعب في الفريق الاول الموضوع كان صعب قوي. فمن عدد اللعيبه والنجوم انت في كل واحد في مركزه نجم كبير قوي يعني. اشرف كان قدام كابتن حسام حسن وبرير وكابتن ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان، كابتن طارق خليل، كان فيليكس ابو واجد، كان في جورج ارثر يعني. الموضوع صعب قوي يا هشام الحقيقه يعني كويس ان احنا كنا بنتمرن فوق. ما انا بقول صعب قوي، لكن والله فعلا يا احمد انت معاك واحد من الناس المحترمه طبعا طبعا. دي بقى شخصيه النادي الاهلي بقى. عندك لعيب محترم، انسان محترم. انا كان نفسي اكمل لكن هي كل حاجه رزق طبعا انت عارف، لكن في النهايه حتى كمان سلك الطريق الاعلامي. أيوة. وعمل لنفسه شخصيه اعلاميه صحيح. فعلا يعني اشرف حاجه محترمه جدا يعني. صحيح. اشكرك جدا يا هشام والله مش عارف اقول لك ايه. انا بشكرك جدا طبعا انك انت معانا، ونتمنى تكون موجود معانا بقى لايف في الاستوديو قريب ان شاء الله. الله باذن الله احنا طبعا ما تاخرش على قرارات الاستاذ. ربنا يخليك لينا. شكرا جزيلا كابتن هشام حنفي نجم مصر طبعا والنادي الاهلي.
يعني بشكره الاول يعني حقيقه كلامه مهم جدا وبشكره جدا عليه يعني. لا ده والله بجد مش مجامله ومش كلام على الهوا، انا بقول للناس ده حقيقي. سمعه اشرف ممدوح بين ولاد جيله وحتى يمكن كمان الجيل اللي كان جاي ورا منك حاجه محترمه، الناس بتحبك وبتعزك وبتحترمك بشكل كبير جدا. بس انا عايز اقف لفكره الصعوبه اللي كنا بنتكلم عليها، فكره الظروف الصعبه جزء كبير جدا بتهالي من نجاح لعيب الكوره، يعني بالاضافه طبعا لامكانياته الفنيه، فكره الـ 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 الاراده وتخطي العقبات ومقدار او قدرته على ان يكون عنده حاله من التحدي مع النفس. يعني هشام لسه بيقول، كانت ناس بتقول لا انت صعب جدا تلعب، وانا بتهيألي ده ممكن يخلق عند لعيب حافز طبعًا. وممكن عند لعيب تاني يبقى مصدر احباط يخليه يبطل كوره. فازاي انت كنت بتتعامل مع ده وغيره من الصعوبات اللي واجهتك في مشوارك؟ دي نقطه مهمه جدا الحقيقه يا استاذ احمد انك بتتكلم فيها. يعني في النادي الاهلي بعد ما مشيت من النادي الاهلي كانت صدمه كبيره جدا بالنسبه لي، لاني كنت مهيئ يعني حتى مباراه فاينل الدوري ما بين النادي الاهلي وبين النادي الاسماعيلي لو فاكره 4-3 الكابتن رمضان. انا كنت هلعب الماتش ده في الاسبوع ده وكان موجود كابتن رمضان، كان موجود كابتن حسام، كان موجود كابتن ايمن شوقي، كان موجود فيليكس، يعني مستر هاريس كان ألان هاريس كان بيجهزني العب المباراه، ولغايه اخر يومين قبل المباراه تدريب اساسي انا هلعب المباراه. فتخيل انت يعني انت بتشارك مع النادي الاهلي في اهم مباريات الموسم، فالصدمه الكبيره انك خلاص مهيئ، انك خلاص موجود مع النادي الاهلي، انك بذلت مجهود خلال المواسم اللي فاتت نفسيا انت مهيئ انك تبقى متواجد والمستقبل قدامك انك تبقى خلاص فرصتي بقى. جمهور النادي الاهلي كمان الحقيقه وقتها عكس دلوقتي شويه، الجمهور كان قريب جدا جدا مننا، متواجد طول الوقت في المدرجات، يعني حافظ. انا عايز اقول لك من وانا 15 سنه في النادي الاهلي الناس عارفيني بالاسم بالشكل لانهم متواجدين معانا طول الوقت. أيوة. فالتهيئه دي فرقت معايا جدا في فكره الصدمه اني مشيت من النادي الاهلي، لانه تقرير مستر هاريس اني متواجد في النادي الاهلي، ولكن اختيارات المدير الفني بعد كده ومدير الكوره بعد كده اللي تولوا الاداره الفنيه والاداريه ان انا امشي من الاهلي، دي عملت لي صدمه. ده اللحظه اللي احنا وقفنا عندها لما كابتن طه وكابتن كل الاسماء الكبيره دي رحلت عن الاداره الفنيه سواء المنتخب مصر الاول. حسيت بايه في التوقيت ده؟ يعني حسيت انك انت كان احباط شديد جدا جدا، لانه انت في قمه الهرم. يعني انا نادي اهلي بلعب بشارك في وسط مجموعه كبيره جدا من النجوم مع منتخب مصر، اخترت وانا لسه صغير وده كان فيه صعوبه جدا مع منتخب الاولمبي، بتشارك بشكل اساسي في قمه الهرم وبتنزل مش بقى سلمه لا يعني على جدور رقبتي زي ما قالوا يعني او ما بيقولوا. كان صدمه صعبه جدا وقتها، حتى اختياراتي كانت بعيده عن الواقع لانه كان جاي لي انديه كبيره زي الاسماعيلي وزي المصري وزي، ولكن الاحباط خلاني اروح لنادي اصغر شويه اقل مع انه نادي كبير واسم كبير. خليني اقف بقى مع مشوارك، لان الحقيقه يمكن لمسه ويوم جديد بيحتفل بيه كل المنتمين للنادي مش بس اعضاء النادي الاهلي الحقيقه وكل جماهيره بلمسه تطوير جديده في فرع مدينه نصر. الحقيقه يمكن انه يكون واحد من الفروع اللي بيشهد طفره كبيره جدا واهتمام كبير جدا ورؤيه واضحه من مجلس الاداره بهدف تطويره بالشكل اللي يليق بنادي القرن النادي الاهلي. يمكن الفتره الاخيره يعني هطلع بره الكوره وبره مشوارك شويه اشرف، بس انت في الاول والاخير اهلاوي وبالتاكيد منتمي طبعا للكيان. الفترة الأخيرة كان في عدد كبير جدا من الإنجازات، يعني احنا كنا لسه بنتكلم على محطة الأهلي في شكلها الجديد، من أيام بسيطة افتتحنا استاد الأهلي والسلام، النهارده بنشوف افتتاح جديد في مدينة نصر. رأيك إيه في اللي بيحصل؟ الطفرة والتطوير في العملية الإنشائية في النادي الأهلي الحقيقة ماشية بشكل رائع جدا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يعني مجلس إدارة وكيف كابتن محمود خطيب طبعا يكون في أيوة. النادي الاهلي ليه استاد بقى ان شاء الله، يعني بدينا الخطوات ان شاء الله تحلم كل الاهلاويه يعني، وانا احد مشجعي طبعا النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله ان ده يحصل الفتره اللي جايه. التطوير الرائع في شكل واداء وقيمه قناه النادي الاهلي والمحتوى الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي الفتره الاخيره، الشكل الرائع لكل مقدمي البرامج في النادي الاهلي الحقيقه شكل مميز جدا جدا وشيء مرضي جدا لكل الاهلاويه. اللي كنا بنتمناه ان شاء الله ابتدى يتحقق، وده بشهادة الجميع على فكرة. أنا ليا أصدقاء من نادي الزمالك ومن كل الأندية بيشيدوا بالطفرة دي وبيشيدوا بأداء قناة النادي الأهلي الفترة الأخيرة. الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله وبنوعد كمان نقدم أفضل. خلينا نرجع تاني لمشوار أشرف ممدوح في السادسة، بس بعد ما نروح لفصل سريع ونرجع لحضراتكم.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبالتاكيد كابتن اشرف ممدوح اللقطات اللي انت شفتها دي رجعتك لذكريات كتير جدا ولحظات كتير جدا. ذكريات مهمه جدا الحقيقه في حياتي. عارف اهم لحظه في حياه لاعب الكره هي او لحظات هي وقت ما بيلعب داخل الملعب، يعني الحقيقه بتبقى لحظات مهمه وما بيقدرش ينساها طوال حياته لانها بتفضل معاه طبعا طول الوقت. اهم البطولات سواء كان مع المنتخب الاولمبي أو مع النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي الدوري موسم 94 95، ده كان مع الان هارس برضه، مع مستر الان هارس والكاس، ومع المنتخب الاولمبي كان في بطوله فرانكفون وبطولة تولوز في دول في فرنسا، وكان في بطولة افريقيا، ولكن للاسف اتصبت قبلها بحوالي اسبوع او 10 ايام. ايوه بطولة افريقيا اللي احرزناها، يعني الحقيقة كانت يعني فترة مهمة جدا في حياتي، والحمد لله ان انا قدرت في الفترة دي احقق يعني فترة كبيرة جدا جدا من الاستقرار في النادي الاهلي، وقدرت احقق مع النادي الاهلي البطوله، وقدرت مع منتخب الاولمبي. يمكن دي صوره طبعا ما انا عايزك تكلمني على اللقطه دي. صالح سليم، كابتن صالح سليم طبعا، يعني واحد من اهم رموز مش النادي الاهلي بس، رموز مصر كلها. الحقيقه كنا بنحترمه جدا لانه كلامه كان مؤثر جدا جدا احمد معانا. أيوه. الصوره دي كانت في تكريم انا كنت اخذت حصلنا على بطوله، اعتقد كانت موسم 17، كنا 17 سنه او 18 سنه، وكنت هداف المجاميع كلها، وكانت تكريم الحقيقه من كابتن صالح سليم، وكان مدربنا وقتها كابتن عادل طعيمه. الحقيقه دايما كان الظرف اللي بيديهولك ده كان اعتقد كان فيه 100 جنيه او حاجه كده. طب سؤال، القيمه ما كانتش في الفلوس، ما حسيتش انه لحظه في اللحظه، يعني من كلامك فهمت انه لحظه انتهاء علاقتك بالنادي الاهلي كان في يعني كانت في توقيت انت شايفه في ظلم ليك، او في يعني ضغط عليك، ما حاولتش تحارب عشان يعني تستمر؟ ما حاولتش مع النادي الاهلي؟ يعني حضرتك عارف انه النادي الاهلي خلاص، مجرد ما خلاص يعني ما فيش تعاقد او انت مش موجود. اللي فهمته من كلامك انه الاداره الفنيه اللي كانت موجوده في التوقيت ده كانت مقتنعه بيك وعايزاك تكمل، لما غيرت تقرير الاداره الفنيه تقرير كمان مستر انا هارس وقتها انه انا متواجد مع الفريق الموسم القادم ويجب التعاقد معاه خلاص، ولكن يعني الاداره الفنيه اللي جت كان مين مستر هولمان؟ اعتقد مستر هولمان بعدها، راينر هولمان، وكان في الاداره كان مدير الكره وقتها اعتقد اللي جه كابتن ثابت البطل، كابتن ثابت هو اللي كان شغال عليه. فيعني كان خلاص انت عارف مجرد ما بينتهي مش عمر علاقتنا بالنادي الاهلي ما بتنتهي، ولكن بس طبعا انت خلاص بترحل بتشوف طريق تاني. يمكن الموسم ده اللي رحت فيه نادي الترسانه كان موسم محبط جدا، ما قدرتش احقق فيه حاجه. لك ان تتخيل انه في نادي زي الالومنيوم، رغم يعني مع احترامي الكبير جدا ليهم، ولكن كان نادي لسه صغير وكان لسه صاعد، ولكن الحقيقه قدرت الحمد لله في الفتره قدرت ان استرجع قوايا مره ثانيه زي ما انت قلت، بقى عندي الحافز. أيوة. قدرت الحمد لله انافس على هداف الدوري من خلال فريق ضعيف زي فريق الالومنيوم، ولكن الحمد لله او اقل امكانيات كثيره من انديه كثيره يعني، وكانت فتره مهمه جدا. طيب الفترة. خليني اتكلم، انت طبعا عندك مشوار طويل جدا، ترسانه لو في حاجه غلط صلح لي، اتفضل. ترسانه، الومنيوم، منصوره، جولدي، الحرس، اسمنت سويس، بتروجيت، ولعبت سنه في النرويج. وبالمناسبه كابتن شطه هو كان صاحب الفكره دي، صح؟ هذه الفكره الجهنميه صحيح، هي اتاخرت كتير لانها كانت في نهايه المشوار وانا ما قدرتش اتحمل كتير قوي. أيوة. ولكن الحقيقه كانت يعني تجربه بالنسبه لي. دي صورتك مع درع الدوري والكاس. دي صورتي مع درع الدوري فعلا، كنت شايفها 94 95. أيوة. أيوة. صحيح. يعني كانت لحظات مهمه جدا الحقيقه. صحيح. في الموسم ده انا لعبت مباراتين ابتديتهم، ده درع الدوري وقتها والكاس. مباراتين كان فريق القناه مع كابتن فؤاد شعبان. أيوة. كان من اصعب الفرق اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي فريق. لانه كان عنده فريق قوي جدا، فريق ما بيخسرش تقريبا. على طول يتعادل يفوز. فريق القناه كان فريق صعب جدا، تقيل جدا في فتره من الفترات يعني. وكان ماتش انك تلعب على ملعبه ده صداع. ابتديت المباراه هنا في استاد القاهره، وكانت تقريبا وسط 100,000. دي لاول مره في التاريخ تحصل، واعتقد انها كانت اخر مره، لانه يعني النادي الاهلي لما يواجه فريق ممكن الزمالك ممكن تلاقي 100,000، ولكن مباراه القناه دي في استاد القاهره كانت المفترض انها تذاع،
وتم الغاء الاذاعه دي، وبالتالي الناس كلها راحت الملعب. ولعبت ابتديت المباراه دي، وابتديت المباراه هناك كانت نهائي الدوري او اخر مباراه في الدوري واللي حصلنا فيها على البطوله دي كانت في اسماعيليه. يعني الحقيقه كانت مباراه مهمه جدا رغم صعوبتها، ولكن كانت النتيجه بالنسبه لنا مرضيه جدا الحقيقه. طيب بمناسبه البطولات، الاهلي داخل على بطولتين، بطوله جدا. خاصه الاول ماتش اهلي وزمالك عندنا يوم السبت ان شاء الله، في ظروف بشكل عام على كل الفرق صعبه، سيزن اعتقد انه كان عنيف جدا، فتره توقف طويله جدا اكيد اثرت على مستوى اللعيبه. صحيح. وبشكل خاص للنادي الاهلي يعني حظنا وحش شويتين مع موضوع الاصابات ده. صحيح. فرايك ايه في المباراه اللي جايه، وايه الكلمه اللي توجهها لعيبه النادي الاهلي النهارده قبل لقاء القمه يوم السبت؟ هو بالتاكيد النادي الاهلي يعني حقق المطلوب لغايه دلوقتي. النادي الاهلي متصدر البطوله 56 نقطه، 18 فوز من 20 مباراه، اعتقد نتيجه هايله في ظل الظروف اللي بتمر بيها الرياضه المصريه بشكل عام او مصر بشكل عام. الحقيقه ظروف صعبه بتمر بيها كل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه، لانه 3 4 شهور توقف. بس انت بالتاكيد طول مشوارك واجهته في النادي الاهلي ظروف صعبه برضه. واجهنا ظروف صعبه، ولكن انك تقعد فتره طويله قوي كده 3 4 شهور، اعتقد انها مفيش جيل ممكن في مصر، يمكن الفترات بس بتاعه الحروب هي ممكن تكون حصلت، او الفتره بتاعه الثوره اعتقد هي اللي حصل فيها كده، ولكن فتره طويله على اللاعبين. الاصابات بالتاكيد لازم تبقى في اصابات، لانه التوقف مفيش استمراريه في بطوله الدوري في المباريات، وبالتالي طبيعي جدا الاستعدادات ما بتبقاش بشكل جيد ايا كان الاستعداد اللي بيبقى موجود من المدير الفني، ولكن بتبقى في صعوبه استعاده المستوى الفني والبدني مره ثانيه. أيوه. بشكل او بنسبه لا، لعيب الاهلي 70-80% بيستعد او بيستقبل او بيجهز نفسه لماتش الزمالك بشكل مختلف عن بقيه الماتشات. بالتاكيد. يعني مباراه الاهلي والزمالك دايما بيكون فيها استعدادات خاصه نفسيه ومعنويه، لانه استقبال الجماهير ليها نتيجه المباراه واداء اللاعبين بيفرق كتير جدا جدا مع كل لاعب. يعني مباراه الاهلي والزمالك بتصنع نجوم، واحيانا يعني بتقضي على نجوم او لاعبين يعني. وبالتالي مباراه مهمه جدا. الشحن كمان المعنوي من الجماهير الفتره الاخيره على السوشيال ميديا وعلى في الشارع الرياضي المصري، خاصه في هذه المباراه لما تكون النادي الاهلي متصدر خلاص بنسبه كبيره جدا ان شاء الله، النادي الاهلي حسم البطوله، ولكن المباراه دي ليها طبيعه خاصه، دي بره البطوله خارج البطوله جوه البطوله خارج طبعا. أيوة. بتبقى بره البطوله، ولكن اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر رغم صعوبه الموقف، رغم انه الاصابات كثيره جدا واصابات مؤثره. يعني الحقيقه انا بستغرب جدا انه الناس بتقول انه يعني رمضان ممكن ما يكونش فارق، او اصابه حسين الشحات وابتعاده عن الملعب كهربا. أيوة. محمود متولي، لا، في لاعبين مؤثرين بالتاكيد. واللي ينكر ده اكيد مش منطقي يعني المواضيع لازم تكون بمنطقيه. على الاقل لحين تجهيز لاعب بديل يقدر يسد هذه ده معناه انه فرص، شايف انه فرصنا في بطوله ابطال دوري الابطال بقت اصعب شويه؟ بالتاكيد بقت اصعب شويه، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر. يعني دايما بنقول الاهلي بما حضر، لانه النادي الاهلي في جزء كبير جدا جدا من شخصيه النادي الاهلي بتؤثر كتير جدا في نتائج احمد، بمعنى انه مش بس الاداء الفني هو اللي بيفرق. في روح قتاليه شخصية عاليه البطل. جدا شخصيه البطل، شخصيه اللي اتربى عليها اللاعب داخل أنا النادي الاهلي. بتفرق الشخصيه كتير دي جداً. يمكن بتطلع يعني في الماتشات السهله او الماتشات اللي ما فيهاش حاله تحدي كبير، او في ظروف طبيعيه، او قائمه مكتمله مثلا واللعيبه في اعلى حاله، ما تلاقيش شخصيه البطل دي، لكن بتطلع في الوقت اللي بتحس ان في تحدي كبير قدامك. بتفق معاك تماما. يعني المعدن الحقيقي طبعا بيظهر في وقت الشده دايما. صحيح. وده اللي بنشوفه النادي الاهلي في كل البطولات يعني. علشان كده يعني جزء كبير جدا من الناس بيقولوا انه لا، رمضان مش هيأثر، لا، حسين غيابه مش هيأثر، لا، ايا كان الاسم اللي بيطرح، ولكن لا، فنيا بالتاكيد هيتأثر. المدير الفني الموجود لازم يكون عنده بدائل، فايلر لازم يكون عنده بدائل بالتاكيد لمباراه الزمالك، والاستعداد الاكبر ان شاء الله لبطوله دوري ابطال افريقيا. نفسنا ان شاء الله النادي الاهلي ترجع البطوله ثانيه للنادي الاهلي، بقى لنا كتير قوي الحقيقه ما حصلناش عليها، والنادي الاهلي زعيم القاره في البطولات الافريقيه. اتمنى ان شاء الله ان استعدادنا لمباراه الوداد المغربي، مباراه صعبه جدا جدا يعني هنتكلم عنها بالتاكيد، ولكن خلينا في مباراه الزمالك هتبقى مباراه على المستوى يعني المستوى النفسي والمعنوي اكتر شويه،
ان شاء الله الناس الموجوده اعتقد ان في بدائل جيده، ولكن المشكله الكبيره انه لا قدر الله تحصل اصابه لبعض الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده، لانه اعتقد ان فيش بدائل كتيره تانية بره ممكن تسد المجموعه اللي هتلعب. لا قدر الله، ده اللي ان شاء الله مش لا قبل الماتش ولا حتى اثناء المباراه، يعني احنا اللي عندنا الحقيقه يا دوبك نجمل بيهم 18 عمليه الاستشفاء بس والعمليه احنا النهارده طمنا على جيرالدو وعلى الشيخ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يبقوا موجودين في حسابات فايلر على اقل تقدير، يعني ان شاء الله نتمنى ده. طب افريقيا بتشوفها ازاي؟ يعني مصر دايما ماتشات الفرق المصريه مع شمال افريقيا الى حد ما، بعيدا عن واحنا بنتكلم قبل نهائي اكبر بطوله في القاره، لكن الى حد ما بتبقى ماتشات كده حساباتها مختلفه. مباراه النادي الاهلي امام الوداد وحتى الزمالك امام الرجاء اعتقد مباراه صعبه جدا الحقيقه. الوداد من الفرق الكبيره في افريقيا مش بس في المغرب، تاريخه الكبير جدا سواء يعني في افريقيا حصل على بطولتين 40 بطوله للدوري هناك، تاني الدوري المغربي حاليا بفرق نقطتين عن الرجاء، يعني فرقه كبيره وتمتلك امكانيات لاعبين مميزه جدا. المباراه هناك كمان هيكون في شحن كبير جدا للاعبين اعتقد، يعني محتاجه استعداد خاص جدا من لعيبه النادي الاهلي، في اصرار كبير جدا. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، انه الاصرار على احراز البطوله هذا الموسم هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي في الحصول ان شاء الله على البطوله، لانه في ظروف صعبه، في اصابات كتير في النادي الاهلي، في ظروف عدم استعداد بنسبه 80-90%، دي الحاله اللي غالبا بيوصل فيها لاعب الكره في هذا التوقيت يعني، وبالتالي النادي الاهلي يمكن محتاج فعلا دفعه معنويه كبيره جدا، روح قتاليه كبيره جدا داخل الملعب علشان نقدر ان شاء الله نتخطى الوداد المغربي ان شاء الله في هذه المباراه. ان شاء الله. تفضل تقابل مين في النهائي لو تخطينا الوداد؟ يعني الرجاء او الزمالك. يعني اعتقد انه مواجهه الزمالك هتكون اسهل. مواجهه الزمالك انا شايف أسهل. ان المباريات الشمال افريقيا بتكون نفسيا صعبه جدا. الشحن المعنوي كبير جدا عندهم، هم كمان بيدوروا على بطوله هتفرق كتير معاهم بالتاكيد، اعتقد ان مواجهه الزمالك هتكون اسهل. نتمنى كل التوفيق النادي الاهلي طبعا في لقاء القمه وفي بطوله افريقيا، ويكون الفوز ان شاء الله من نصيبه ويسعد جماهيره في كل مكان، زي ما كابتن اشرف ممدوح اسعدنا بوجوده معانا النهارده. بشكرك كل الشكر، شرفتنا ونورتنا في السادسه، ونتمنى دايما نتابعك ونتابع اخبارك ونسمع صوتك دايما في السادسه. بشكرك جدا، كنت سعيد جدا بوجودي معاك احمد، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، التوفيق للقناه والنادي الاهلي، بشكركم جدا. شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله تتابعونا بقى مع بدايه اسبوع جديد، حلقه خاصه جدا ان شاء الله من السادسة مساء، هتكون يوم السبت يوم ماتش الأهلي والزمالك لقاء القمة، قبلها هنكون حاضرين مع حضراتكم في الاستوديو وتغطية خاصة جدا للقاء القمة. بشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة، ونشوف حضراتكم إن شاء الله مع بداية أسبوع جديد.